يا سامعين ذكر النبي على المصطفى صلوا، لولا النبي لم بنى جامع ولا صلوا. أنا أبدا حام، مهجر من دير الزور، عمري 41 سنة، جيت على الريف الشمالي على المخيمات. أنا من 4 سنوات تحبيت هالمهنة وطلعت مسحرات. جيت طلعت أنا أسحر هالبشر، والبشر تقبلت هالفكرة منا والحمد لله رب العالمين. والمسحراتي مربوط برمضان، تكمل الفرحة للأطفال برمضان مع المسحراتي. بالبداية بلشت لحالي، وبعدين توسعت وصار معي طبال، وتوسعت النوب أكثر وصار عندنا يعني ناس تفيق بالمخيمات وناس تفيق هون بمدينة إعزاز. يا نايم واحد دايم، اصحوا على سحوركم، اجى رمضان يزوركم. هو المسحراتي طبعا هو يعني شغلته 30 يوم بشهر المبارك الفضيل رمضان، يطلع يسحر هالبشر ويفيق الناس على السحور. شغلته هاي المسحراتي، يطلع بالطبلة ويفيق هالبشر على السحور برمضان. أدوات المسحراتي هي تكون القنديل أو الفانوس، يعني يقولوا له أول الكاز، الطبلة الناعمة، العصا، هيك هاي أدوات يعني لازم هاي تكون مع المسحراتي، مع وقت المسحراتي، يعني هاي جزء من المسحراتي. ويلبس طبعا الرداء العربي، الزي العربي الكامل، ويطلع بالليل يفيق هالبشر على السحور بالصوت الجميل. يطلع طبعا بالعبارات الجميلة اللي يفيق بها الصائمين برمضان. يا نايم وحد الدايم، يا نايم وحد الله، يا عباد الله وحدوا الله، اصحى يا نايم وحد الله، يا سامعين ذكر النبي على المصطفى صلوا، لولا النبي لم بنى جامع ولا صلوا. اصحى يا نايم وحد الله، اصحى يا عم هشام ابو محمد، يا الله يا كريم. يا نايم واحد الدايم، اصحوا على سحوركم، اجى رمضان يزوركم. اصحى يا نايم واحد الله. طبعا هو المسحراتي يتميز بلباسه العربي، من كسرية، من شروال، من دامر، من يشمر. واحنا نمر بالحارات وبالطرقات، الأطفال والجيل الجديد إنه يشوفنا إحنا بالزي العربي زي آبائنا وأجدادنا قديما. هو المسحراتي يختاروه عبارة إنه يعني كوجه حسن، كخلوق معروف بالضيعة بالقرية، ويختاروا إنه مسحراتي على أمانته وصدقه. كمان لازم يكون حافظ الإنشاد وشعر التسحير بهاي المهنة. طبعاً لازم يكون مضبوط بالمواعيد بالتسحير، ما في يكون له تقصير بالمواعيد وقت التسحير، لضمان تفيق الناس كل يوم بوقته. لأن قديماً ما في لا جوالات ولا أي شيء، كانت البشر تجي تسمع صوت المسحر وتفيق على السحور. وجه حسن، كخلوق معروف بالضيعة بالقرية، ويختاروا إنه مسحراتي على أمانته وصدقه. اصحى يا نايم وحد الله، يا نايم وحد الدايم، اصحوا على سحوركم، اجى رمضان يزوركم. ما
ما بيكمل رمضان إلا بالمظاهر الخالدة مثل السواس، المسحراتي، أبو المعروك، أبو التمر هندي. هاي لازم تكون هاي مع رمضان طبعاً. وهاي المهنة من دور الإسلام. أول مسحر هو بلال ابن رباح، هاي قديماً ولها التاريخ هذا. إحنا نحيي المسحراتي لأن في جيل جديد ما بيعرف إيش المسحراتي وإيش برمضان يمر أبو الطبلة وأبو المسحراتي. طبعاً هاي من دور الإسلام. لولا النبي لم بنا جامع ولا صلوا. كان يطلق على المسحراتي بدمشق هو أبو الطبلي. وطبعاً دمشق لها أبواب وحارات قديمة، كل حارة لها باب. أحياناً يدخل اللي حارس اللي على الباب الحارة، أحياناً هو يطلع يسحر البشر بالحارة. قديماً كانوا بعضهم المسحراتية يلقوا الأناشيد، وبعضهم يقولوا بالاسم قم يا أبو محمود، قم يا أبو عبدو، هيك يطبوا الأبواب لأن من يكون من ضمن الحي. اصحى يا أبو حسن بالصلاة على النبي، اصحى يا أبو دياب بالصلاة على النبي، اصحى يا أبو زكور بالصلاة على النبي. المسحراتي أول شغلة لازم يكون أمين، إذا في باب مفتوح من باب الجيرة يجي سكره. طبعاً إذا المسحراتي لازم يكون عنده لله، الغني يعطيه، يكون كان أولي يحملوا سلات المسحراتية، إيش في سحور يعطوه يحطوا له وين بالسلة، يشيل الأكل ويوديه للفقراء بالليل اللي ما عندهم سحور. هاي كان أولي هيك المهنة، والحمد لله إحنا حييناها. يعني الحارات القديمة كلها تعرف بعض، إحنا بالمخيم صرنا عيلة وحدة بيت واحد، صرنا نعرف المخيم بيت بيت، والمخيم كله بيعرفنا الحمد لله بالصدق والأمانة. ونرجي إحنا نبرك ونقعد سوا إحنا والجيرة حتى يصير بيناتنا خبز وملح، والحمد لله رب العالمين فضل من الله. أحياناً نبرك أنا وجيراني، نتقاسم هالسحور بالليل، نتسحر برا يعني نبرك، يعني اللي فقير اللي ما عنده نصيحه نعرفه، نصيحه يجي يتسحر معنا مع بقية الجيران. هاي الشغلة الوحيدة اللي تساوي روحانية بيننا وبين الجيران، عرفت؟ والجيران حتى ما يقصروا، الزنقيل يعطينا لنوصل للفقير اللي ما عنده، والفقير اللي ما عنده ما نحسسه انه مثلا ما عنده سحور او كذا، نبرك سوا وناكل سوا، وكنا ناكل سوا وننجمع سوا بروح وحده، ونحيي تراثنا القديم، دور ابائنا واجدادنا هيك عمي كانوا يساووا. طبعا هو المسحراتي ما بيستفيد شيء الا الثواب والاجر من الله. احنا قديما واحنا بالطفولة كان يمر عندنا مسحراتي يصيحوا له أبو عبدو المسحراتي، كان يمر كل شهر رمضان يمر يطب الأبواب علينا. واحنا قديما ما في لا كهرباء ولا أجهزة ولا جوالات طبعا، فلذلك احنا حبينا انه يعني نحيي هالذكرى هاي، انه ذكرى المسحراتي. وأنا حبيت هالمهنة وطلعت من 4 سنوات طلعت أنا على أسحر وأحيي التراث القديم اللي كان بمخيلتي وبطفولتي طبعاً. وكان لما يخلص شهر رمضان كان يجي المسحراتي بأول نهار العيد، يجي يطب علينا الأبواب وإحنا نطلع وراء الأطفال ونمشي وراء المسحراتي ونطب الأبواب ويعطونا إيش سكر، ويعطوا للمسحراتي كعيدية للمسحراتي. أنا لله عبد ما كان غايتي لا المال ولا أي شيء كان. طبعاً جيت أنا على المخيم وهون
ما كان في كهرباء وما في هيك أجهزة وهي، طلعت أفيق هالبشر والبشر ترح هيك استقبلت هالفكرة بصدر رحب، وصار عندها بقى يأمنوا البشر يأمنوا يناموا إلا يمر المسحراتي يفيقهم. هو طبعا أنا أطلع أسحر البشر، صار بالتوقيت أطلع أفيق البشر على السحور. أول يوم طلعت أنا هيك والله يعني طلعت محبة بالمهنة، ثاني يوم فقت الصبح لقيت هالجيران وهالبشر إنه تتشكرني إن كان نايم فاق والكان هيك سهيان بده يفيق، ويعني هالبشر أشوف الحي كله بلش يتشكرني، وأنا يعني زادت محبتي بهالمهنة هي. أنا مهنتي نجار باطون، وما غايتي لا المال ولا غايتي أي شيء، والله غايتي إنه أطلع أكسب أجر وثواب من هالبشر، إنه أطلع أفيق هالخلايق على السحور. عندي الأطفال بالبيت لما يشوفوني أجهز حالي بوقت السحور كلهم يفيقوا ويجيوا يدقوا بالطبلة هيك، وعمي يلقوا الأناشيد اللي ألقيها أنا عم يحفظوها، وهيك حبوا هالمهنة يعني مثل بقية هالأطفال. طبعاً وتصير معانا مواقف يعني أثناء السحور هيك، يعني نحب مثلاً على جارنا هيك نزور عليه، نجي نطب جنب خيمته نطب هيك نزور عليه، فيق يا أبو فلان، نفيقه هيك نفززه من النوم هيك، يعني كهيك مرح يعني فرح يعني. اصلع عمي أبو حسين بالصلاة على النبي، هيا أبو حسن بالصلاة على النبي، هيا أبو حفوت بالصلاة على النبي، أبو بكر بالصلاة على النبي. كثر ما حبيت هالمهنة هي صرت أطلع بالنهار حتى الأطفال يلحقوني ويقولوا هذا المسحراتي هذا المسحراتي، صاروا يعني هيك يحبوا اسم المسحراتي، هذا أبو الطبلة يمر من جنبنا يدق هذا المسحراتي. ما عندي أي مشكلة الحمد لله من فضل الكريم بهالعمر هذا أطلع وأسحر هالبشر، لا غايتي لا المال ولا غايتي، غايتي الحمد لله أجر الثواب وأحيي هالتراث هذا. بهالوقت هذا البشر كلها عم تفيق على الجوالات وعلى الأجهزة وعلى الإنارة والكهرباء، ما بقى بحاجة لمسحراتي، بس إحنا نطلع ونرجع نطلع نسحر هالبشر ونعيد تراثنا القديم اللي الجيل الجديد ما بيعرفوه طبعاً. احنا نطلع ونطلع الجديد التراث ونحيي التراث القديم، دور ابائنا واجدادنا هو المسحراتي، تال الجيل الجديد يشوف انه كان قديما ما في كهرباء ويطلع المسحراتي يفيق هالبشر. الليل لما اطلع على السحور القى الاطفال هيك يفرحوا بايدين ابائهم، اللي شايل حبه تمر واللي شايل هيك شقفه معروكه، عمي ضيفونا الحمد لله رب العالمين، ويقولوا من فرح صبي فرح نبي، والحمد لله رب العالمين صارت كل يعني زادت محبتنا عند البشر وعند الأطفال. اصحى يا نايم وحي الله.